قال المؤلف رحمه الله تعالى الموصول. أقرأ؟ صحيح. موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدد بلا ملامة والنون من ذيني وتين شدد أيضا وتعويض بذاك قصد جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطق باللاتي واللاء التي قد جمع واللائك الذين نثرا وقع ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي إن شهر وكالتي أيضا لديهم ذات ومضع التي أتى ذوات ومثل ما لا بعد ما استفهام أو من إذا لم ترغب الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبه الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصفها ضمير حذف وبعضهم أعرض مطلقا وفي للحذف أيا غير أي يختفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. بسم الله الرحمن الرحيم. الموصول أحد المعارف، الاسم الموصول أحد المعارف، والموصول تعرفه المفتقر أبدا إلى جملة أو شبهها وعائد أو خلفه. الجملة مثال الجملة جاء الذي أبوه عاقل الجملة جاء الذي يقرأ أبوه القرآن جملة فعلية شبه الجملة جاء الذي أمام الدار جاء الذي خلف الدار هذا مفتقر إلى جملة أو شبه الجملة. عائد جاء الذي أبوه الهافي أبوه والعائد عاقل خلف العائد كقول الشاعر سعاد التي أضناك حب سعادة سعادة خلف عن العائد كان الأصل يقول سعاد التي أضناك حبها لكن أوهر موضع الإضمار فهو خلف عن العائد هذا ما قلنا المفتقر أبدا إلى جملة أو شبهها وعائد أو خلف. الموصول نوعان موصول حرفي وموصول اسمي فالحرفي ما أول مع صلته بمصدر نحو ود لو تدهن أحب أن تحضر أعجبني أنك حاضر جئت لكي أتعلم ولبعضهم موصولنا الحرفي أن لوما وأن وكي كذا الذي يا من سمع على خلاف الأخير اللي هي الذي قال بعضهم موصول حرفي وقال بعضهم موصول اسمي واحتج بعضهم بقول الله عز وجل ذلك الذي يبشر الله عباده قال التقدير الله ذلك بشارة وذلك لم يأتي في عائد الموصول الحرفي لا يقع في عائد ولم يذكر الموصول الحرفية لأن الباب كله مخصص للعارف وهي ليست منها. الموصول الاسمي هو ما سبق تعريفه المفتقر أبدا إلى جملة أو شبهها وعائد أو خلف. الموصول الاسمي نوعان نص ومشترك والنص ستة والمشترك ستة. بدأ بالموصول النص قال موصول الأسماء الذي ولم يقل إنه للمفرد المذكر تركها وقال الأنثى التي عرفنا أن الذي للمفرد المذكر بدليل قوله الأنثى التي وهذا من أساليب اختصاره الرائعة الأنثى التي الذي ويقال فيه الذي ويقال فيه الذي بالتخفيف الأنثى التي ويقال فيها التي والتي والياء إذا ما ثني لا تثبت الذي والتي إذا ثنيتهما حذفت الياء وكان القياس إثباتها تقول جاء اللذان وجاءت اللتان ورأيت اللذين ومرت باللتين والياء إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أوله العلامة الذي تليه الياء وهو التاء في التي والذال في الذي أوله العلامة وهي الألف حالة الرفع والياء حالة الجر والنصب وكان القياس تقول في الذي جاء الذيان يعني ورأيت الذيين لكن لم يقولوا هذا قال بعضهم أرادوا التفريق بين تثنية ما هو معرب وتثنية ما هو مبني والله أعلم.
بل ما تليه. والنون إن تشد فلا ملامة، إذا شددت النون في اللذين في اللذين واللتين لا حرج عليك، تقول اللذين. قال رحمه الله: والنون من ذين وتين شددا أيضا. قال: إذا ثنيت لا وتا، لا اسم إشارة للمفرد المذكر، وتا اسم إشارة للمفرد المؤنث، تقول في ثنيتنا ذان وتان. والقياس أن تقول ذواني وتواني كما تقول في عصا عصواني، لكن حذف الألف في ذا وألف تاء وأحلوا محلها علامة الإعراب، وهي الألف رفعا والياء جرا ونصبا. نقول هو النون من ذين وتين يشد أيضا، وتعوض بذاك قصد، وهذا من أساليبه. إذا كان الحكم يتعلق ببابين أخره إلى الثاني منهما. عرفنا أن اسم الإشارة ذا وتاء تحذف أليفه معند التثنية، وأن الاسم الموصول الذي والتي تحذف ياءه معند التثنية. ولذلك الجميع إذا ذني تشدد لونه وتعوض مقصود بذلك، فتقول ذاني وذيني وتاني وتيني واللذاني واللذيني واللتاني واللتيني. قال: واللذاني يأتيانها منكم يحذ أرنا اللذين أضلانا إحدى ابنتي هاتين لذان كبرها. كل هذا قولي واضح. أنا قوله: والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعوض بذاك قصدا. قال رحمه الله: جمع الذي الأولى، الأولى جمع الذي، والذي قال للمفرد المذكر عاقلا كان أو غير عاقل، والأولى لجمع العقلاء، تقول جاء الرجال الأولى سافروا وجاءت قليلا للإناث، فأما الأولى يسكن غورة هامة وجاءت قليلا لغير العاقل. قال: وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع. الأولى التي الأولى للعقلاء الرجال، والأخيرة للخير، جمع الذي الأولى. الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا، تقول جاء الذين ورأيت الذين ومرت بالذين، وبعضهم بالواو رفعا نطق وهم هذيل أو عقيل. قالوا الذين، قال شاعرهم: قوم الذين صبحوا الصباح لا كذب لهم ولا مزاح، نحن قتلنا الملك الجحجاح جهرا فهيجنا به نواحا. وبعضهم بالواو رفع النطق باللاء واللاتي التي قد جمع، التي تجمع يقال فيها اللاء واللائي واللاتي واللاتي واللواتي واللواتي واللاء فقط. جاء النساء اللا سافروا، وحكى بعضهم اللي وهي لغة العامية، تقول جاء النساء اللي سافروا، وبعضهم باللاتي واللاء التي قد جمع. واللائي كالذين نسوا مقع، جاءت اللائي لجمع الذكور قليلا. قال: فما آباؤنا بأمن منهم علينا، اللائي قد مهد الحجورة. نقول واللائي كالذين نسوا مقع. الصدر حرف والعجز فعل. ما أول مع صلته المصدر، قد يكون قد يكون قد يكون اسم صدره حرف، والموصول حرف ستة. قلت لك الموصول الحرفي أن لو وما وأن وكي كذا الذي. وقال بعضهم همزة التسوية سالم أستغفرت لهم، قالوا استغفارك وعدمه. ما أول مع صلته مصدر، قد تكون صلتها جملة وقد تكون صلتها فعل. يعجبني ما تقوم، صلتها فعل، يعجبني قيامك. أولم يكفهم أنا أنزلنا، أنا أنزل صلتها جملة، نا نحن نا جملة صلتها بالإسمية.